بتوجيهات من قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين، قامت الوحدة الفنية بالمحافظة بتدشين عملية مسح المنازل المدمرة بعاصمة المحافظة زنجبار، والتي تضررت من جراء الحروب التي مرت على المحافظة منذ سنوات. بدأنا بتدشين حصر للمنازل المتضررة جزئيا أو كليا في المديرية، حتى نوجد قاعدة بيانات متكاملة لكل المنازل التي تضررت في الحروب التي مرت على المديرية. عملية المسح استهدفت عاصمة المحافظة زنجبار للمنازل والمباني المتضررة بسبب حرب 2011 مع الجماعات الإرهابية، و2015 بحرب ميليشيات الحوثي الانقلابية، ورفع البيانات والبحث مع صندوق إعمار اليمن بمركز الملك سلمان وبعض الجهات المانحة. هذا بشائر خير لمحافظة أبين أن تعود مبانيها الذي هدمت ويعود مواطنينها الذين نزحوا بسبب الحروب. سكان المحافظة عبروا عن استيائهم من أعمال اللجان الفنية التي قامت بالمسح وتوثيق الأضرار، وذلك لفشل اللجان الفنية السابقة التي تم تكليفها من قبل لإعادة الإعمار وعدم التماسهم الجاد في هذا المجال. لحد الآن ما زالت الناس تعاني، ناس منذقة في عدن في كل المحافظات، ويار غالي، الدنيا كانت مدمرة، البلاد كانت مدمرة، لا عملوا أي حاجة بالنسبة للإعمار. يعني خلوا البلاد فاهية، فكوا مشروع الإعمار وجروا وتكلموا كثير وأعلنوا عنه كثير، وصبحنا لا شفنا إعمار ولا شفنا حاجة، سلموا جزء أول جزء ثاني ما عاد شفناه، وين راح ما حد عارف. الناس اللي ظلمت قدموا الظلمات ما عاد حصلوا حقهم. يعني إيش الأسباب هذه يا أخواننا؟ ليش ضد هذه المحافظة؟ ليش؟ إيش السبب؟ يعني إيش اللي عملناه نحن؟ الشرعية هذا لم تقم بواجبها نحو أبناء أبين أو أبناء زنجبار بالذات، الذي تعرضت للتدمير الشامل للمباني والمدارس والمستشفيات. تم لجنة الأعمار يعني أبين كلها يعني مضررة يعني، وبحاجة إلى يعني أعمار أبين. الأعمار الأول ضيعوه، والأخير يمكن يكون يضيع إذا مشي هناك أمانية ومشي أمانة وشفافية مع الناس هذه. ويأمل سكان المحافظة بأن تنجح اللجان الفنية في إعادة إعمار وترميم منازلهم المدمرة بسبب الحرب، والتي شردت مئات الأسر من منازلهم ولم يستطيعوا العودة إليها إلى يومنا هذا. هذا هو حال محافظة أبين، جريحة وهي بحاجة إلى من يواسيها. أبين تمرض ولكنها لا تموت في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد. لقناة الغد المشرق عثمان عامر أبين.